بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخطوط الجوية الجزائرية ترفع كل الإجراءات الصحية باتجاه 8 بلدان، حيث سوف قرر سماعكم موعد في هذا الموضوع. سوف أطلقكم رابطه أسفل الفيديو منقولا لكم من موقع النهار، حيث أعلنت الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء أن نرفع كل الإجراءات الصحية باتجاه 8 بلدان، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا، بلجيكا، سويسرا، تركيا، إيطاليا، مصر، كندا، المملكة المتحدة، والمملكة المتحدة هي بريطانيا. وكانت الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا دفعت الخطوط الجوية الجزائرية إلى تقليص عدد رحلاتها بحوالي النصف في إطار مساعي الحد من تفشي الجائحة. واعتمدت الشركة برنامجا استراتيجيا جديدا للعودة التدريجية لمستويات ما قبل الأزمة الصحية، مع تطوير شبكتها في أفريقيا والعالم، فضلا عن دعم أسطولها الجوي بالطائرات، وذلك تنفيذا لما ورد في برنامج الحكومة 2021-2025. هذا ما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أطرحه أسفل الفيديو منقولا لكم من موقع النهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.